نتحدث عن المسلمين في أوروبا وفي فرنسا تحديدا، إذا صح التعبير، هل هذه الجالية المهاجرة غير المسلمين الأصليين أيديهم على قلوبهم بسبب اقتراب اليمين المتطرف من الحكم؟ شوف، حتى أنا قريت ودرست كثير في، يعني صبرت بعض الآراء حول هذه النقطة، وهؤلاء اليمين المتطرف يشكل خطر على الإنسان، يعني المغتربين والأجانب. لا، أنا يعني أرى تهويل كبير، لأنه أنت تتكلم عن دولة، عن دول. هنا في أوروبا في أشياء اسمها دول، والدول هذه فيها مؤسسات، والمؤسسات هذه تضبطها قوانين. أنت لا تتكلم عن بلد عربي، يعني من بلداننا العربية التي يعني لا يحكمها لا دستور ولا قانون ولا، يعني لا، هنا كاين مؤسسات. فبالتالي إذا كان من خطر فهو يتهدد ما يسمى بين قوسين الحراقة، يعني المقيمين الغير شرعيين طبعا، وهؤلاء مشاكلهم كثيرة. وفي حالة ما إذا يعني فعلوا ما يمكن أن يؤدي بهم إلى الترحيل، هذا وارد جدا، فهم بالتالي قلوبهم أيديهم على قلوبهم كما تشرفت. لكن هذا يعني ليس جديدا عليهم، هم ابتداء منذ أن حاولوا الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط يدركون أنهم سيعيشون عيشة الهاربين وأيديهم على قلوبهم. أما بالنسبة للمقيمين الشرعيين أو للمواطنين من ذوي الجنسيات المزدوجة، فهذا يعني أمر مستبعد جدا. وخير دليل على ذلك وصول شابة، أقول لك شابة فلسطينية فرنسية، نعم، من أصول فلسطينية إلى البرلمان الأوروبي. هناك أيضا مزدوجي الجنسية موجودين في كل مكان، يعني من، نعم، أدنى ميدان اللي هو كرة القدم إلى الساحة، يعني قيادات كبيرة في الساحة السياسية. وبالتالي هذا لا يغير شيئا، لأن المواطنة هنا هي المعيار الأول الذي تعتمده النظم والقوانين الأوروبية وليس شيئا آخر. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الأستاذ عبد الله الرافعي، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك معنا، وأشكركم أنتم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. نلتقي في حلقات قادمة، إلى اللقاء بحول الله.